بالنسبة للشهادة، النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر الغريق شهيد، والحريق شهيد، والمبطون شهيد، واللي يموت بذات الجنب شهيد، والهدم شهيد، يعني اللي يطيح عليه جدار ولا يطيح عليه بناية شهيد، أو حوادث انقلاب السيارات الآن العلماء يقولون مثل هذه. فجدتك يعني العلماء قالوا بأن مرض الكلى هو ذات الجنب اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فيرجى لها الشهادة. اسأل الله تعالى لها الشهادة.